بوتيرة سريعة تسير معركة غصن الزيتون في الشمال السوري نحو تحقيق أهدافها، أو على الأقل هذا ما يؤكده المسؤولون الأتراك. العمليات العسكرية التركية في شهرها الثاني شهدت تقدما على عدة محاور، وتمكنت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة من تطويق مركز المدينة، ولعل ذلك ما يجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر تفاؤلا بقرب سيطرة قوات بلاده على كامل عفرين، وذلك سيفتح الطريق أمام ملاحقة وحدات الحماية الكردية في منبج وشرق نهر الفرات. القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون في عفرين اقتربت كثيرا من السيطرة على مركز المدينة. تركيا عازمة على تطهير عفرين تماما من الإرهابيين، وبعد ذلك منبج وشرق الفرات وكامل المنطقة حتى الحدود مع العراق. لكن المرحلة اللاحقة لما بعد عفرين لا تبدو يسيرة في سياقها الأعرض، لأن معركة الاستقرار في المنطقة بحسب الكثيرين قد تكون أصعب من دخول المدينة وقرها، خاصة وأن الجيش التركي وحلفاؤه في المعارضة السورية المسلحة ما زالوا يواجهون وحدات الحماية الكردية في القرى التي سيطروا عليها في الأيام الأخيرة. ما زالت الاشتباكات تتواصل بين الجيش التركي والإرهابيين في المناطق التي باتت تحت سيطرة قوات غصن الزيتون، ويعني ذلك أن هناك احتمال استمرار المعارك في المدينة ومحيطها حتى بعد السيطرة عليها. اتسمت معركة غصن الزيتون في بدايتها بالبطء وغياب الإنجازات، لكن مجريات المعارك شهدت ترجيحا لكافة القوات التركية، وربما ذلك ما يجعل حدود العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري مفتوحة لتغطي كامل الحدود التركية السورية. تدرك أنقرة بحسب متابعين أن السيطرة على عفرين لا تعني بالضرورة نهاية المعركة، فبسط النفوذ والاستقرار في المدينة قد يكون أكثر تعقيدا، خاصة وأن الوحدات الكردية ما زالت تصر على الدفاع عن المدينة السورية. سامي الأسمر، آر تي، إسطنبول.